أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 6 مدنيين بينهم 4 نساء جراء قصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة عزاز بريف حلب الشمالي وفق ما أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري. الائتلاف الوطني يحمل الأمم المتحدة مسؤولية الأوضاع المأساوية للمهجرين السوريين في مخيم الركبان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان تطلق نداء استغاثة ناشدت خلاله بالتحرك العاجل لوقف معاناة آلاف النازحين في المخيم المحاصر. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 2 من عناصر وحدات حماية الشعب التابعة لقزة في منطقة نبع السلام شمالية سوريا. دخول 14 شاحنة مساعدات أممية إلى إدلب عبر خطوط تماس مع نظام من مدينة سراقب تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. السلطات الأردنية تكشف أن حجم المبادلات التجارية التي جرت عبر منفذ نصيب بين الأردن ومناطق نظام وصل إلى 85 ألف طن بقيمة 150 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. مصلحة الجمارك المصرية تعلن تجديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة التي تدخل إلى مصر.